بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي معانا برنامج بيحول من دي دبليو جي لصورة. هقول له اديت فولدر واختار ملف ماي كمبيوتر الجي المكان اللي الحاجات موجودة فيه. ممكن اقول له دي انا عايز دي دبليو جي بس او دي اكس اف او دي دبليو اف. بقول له انكلود سب فولدر بحيث لو في فولدر جوه الفولدر دوت ياخده معايا. اقول له اوكي خلاص كلهم جم دلوقتي. بقول بعد كده بشوف انا ما عايز اللي اوت ولا ايه بالظبط. تمام. ممكن اقول لا انا عايز الموديل عايز هنا اللي اوت بس زي ما انا عايز. بخش الخطوه الجايه التانية نيكست. ببدا اديله الاختيارات اللي انا عايزها. الصوره عايزها الوان حقيقيه ولا بلاك اند وايت. زوم اكستنت دي افضل حاجه. ممكن اقول له انا عايز اللي اوت بس. التظبيطات اللي انا عايزها لو انا عايز ازود فونت ازود اي حاجه. نيكست. بتشوف انت دي الصورة بي ام بي جي بي جي جي اي اف. عاوز الاوتبوت بتاعي يبقى فين. نفترض مثلا ان عايزه في ماي دوكمنت ماي بيكتشر. اوكي نيكست. قول كونفرت ناو. خلاص بيبدأ يحول الصور. ولو رحت الماي بيكتشر هلاقي الصور بدأت تتحول. عمرو سليم.